بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبتدي بقى بقية الكورتيكال ارياز. لو انتوا لاحظتوا وركزتوا معايا هتلاقوا الكورتيكال ارياز اللي موجودة على الفرونتال لوب كلها كانت ايه؟ موتور. قلت برايمري موتور اريا، بري موتور ارياز كانت اللي هو السكندري موتور ارياز كانت كتير، منها بري موتور اريا، فرونتال اي فيلد اريا، سبلمنتري موتور اريا، البري فرونتال كورتكس، البروكس اريا، الاكزنال اريا، كل الكلام دول بيجمعهم كلمة واحدة موتور. واي حاجه ريليتد للرايتنج او للحته بتاعت اللي هو التوكينج السبيتشنج كان موجوده في الدوميننت هيمسفير، يعني البروكس والاكزنر اند سو اون. احنا دلوقتي بقى هنقلب لسنسوري ارياز، بارايتال واوكسيبيتال وتمبرال. بنتكلم على السنسوري ارياز. السنسوري ارياز اللي احنا بنتكلم عليها دايما هنسمع كلمتين برايمري واسوشيشن، يعني البرايمري سنسوري اريا، سنسوري اسوشيشن اريا، برايمري اوديتوري اريا، اوديتوري اسوشيشن اريا، برايمري فيجوال اريا، فيجوال اسوشيشن اريا. يبقى دايما نبتدي نسمع بقى، احنا عايزين نشوف اللي ورا السنترال سالكس سواء برايتال او اوكسيبيتال او تمبورال، هنسمع كلمه سنسوري برايمري واسوشيشن. يبقى لو انتوا قاعدين تبصوا على كل الكلمات اللي موجوده هنا، يا اما تلاقي كلمه برايمري يا اسوشيشن. طيب What is the difference between primary؟ يبقى احنا عندنا primary sensory area association is primary sensory area, sensory association area, primary auditory area, auditory association area, primary visual area, visual association area. يبقى we have six areas, three tools. Are you hearing me? Okay. يبقى عندنا three tools, two. يبقى primary sensory area, sensory association area. برايمري اوديتوري اريا، اوديتوري اسوشيشن اريا، برايمري فيجوال اريا، فيجوال اسوشيشن اريا. بس طبعا عندنا في مناطق ثانيه يعني كويس، بس دول اهم مناطق تبقى موجوده. طيب وات از ذا ديفرنس، وات از ذا فانكشن، وات ذا ليجن؟ لو انا سمعت كلمه برايمري اريا، ات از كونسرند ويز بيرسبشن، استقبال الحاسه. If I am here, association area for recognition او interpretation، للادراك للفهم. يعني لو انا قلت primary sensory area دي بتستقبل السنسيشن، لكن علشان اعرف ان هو الم او مفتاح يبقى sensory association area. primary auditory area I hear something for perception، بس علشان افهم ان واحد قال لي يا حمار شتمني يبقى auditory association area. عشان اشوف كلب مثلا يبقى ده برايمري فيجوال اري، افهم انه كلب مثلا فور اكزامبل يبقى ايه فيجوال اسوشيشن. يبقى ده الديفرنس بتوين برايمري اند اسوشيشن. يبقى البرايمري اريا فور بيرسبشن استقبال الحاسه، اما الاسوشيشن اريا فور ريكوجنيشن اور انتربريتيشن الادراك الفهم. طب لو حصل ليجن، لو حصل ليجن في البرايمري اريا هيبقى لوس اوف بيرسبشن، يعني احط حاجه على ايدي سخنه ما احسهاش، يبقى دي لوس اوف بيرسبشن. لكن لو انا فقدت الاسوشيشن اريا، اف ذير از ليجن اسوشيشن اريا، يحصل حاجه اسمها اجنوزيا. يعني نو زي ما اقول اب نورمال، جنوزيا يعني نولج، عدم المعرفه، ما اعرفش ان ده حمار، ما اعرفش ان حد شتمني، ما اعرفش ان ده مفتاح. يبقى لو حصل ليجن في البرايمري اريا يبقى لوس اوف بيرسبشن، لوس اوف اسوشيشن اريا اجنوزيا. This is introduction for this topic. تعالوا to discuss one by one. Number one, we have primary somatic area او simply speaking primary sensory area. اسمها primary sensory area. And number 312 قلنا الاورجنايزيشن ده لازم يتقال، ما ينفعش اقول 1 to 3 or 3 to 1. ليه؟ لان دي الواي اوف برودمان هو ستادي ذيس اريا. يبقى ذيس مانداتوري فور مي، كويس ذيس مانداتوري فور مي. جاست ا مومنت.
سوري، يبقى عندنا هنا البرايمري سنسوري اريا اللي موجوده عندي يبقى النمبر بتاعها 312. السايدمنت موجوده بتاعها في البوست سنترال جايروس، يبقى انا عندي سنترال سيركس بيفصل لي منطقتين موجودين عن بعضهم مهمين. البرايمري موتور اريا اريا 4 كان قدامه والبرايمري سنسوري اريا موجوده وراه. يبقى عندي اريا 312 اللي موجوده اللي هو البرايمري سنسوري اريا موجوده ورا السنترال سيركس. وكالمعتاد بتمتد للبارا سنترال لوكيول، لان السنترال سيركس بيمتد على الميديا سيرفس. يبقى اريا 4 واريا 3 2 ممتده للبارا سنترال لوكيول. طيب الفانكشن بتاعها، ما خلاص ما انا قلت انها برايمري يبقى كونسيرند ويز بيرسبشن، تستقبل كل السنسيشن من الاوبزا سايد اوف ذا بادي. يعني ايه سنسيشن؟ بين وتمبريتشر وتاتش، والتاتش كان من نوعيه كرو تاتش وفاين تاتش وفايبريشن، كل الوش الموجود السنسيشن اللي شرحناه في دي. طب لو حصل ليجن يبقى انا بفقد السنسيشن، يبقى كونترا لاترال هيمي اناسيزيا. اناسيزيا يعني معناها التخدير، يبقى فقدت السنسيشن فروم ذا اوبزا سايد اوف ذا بادي. يبقى عندي اول اريا كنت بطلق عليه كلمة primary sensory area. primary sensory area دي area 312 موجودة في موجودة في البوست سنترال جايروس ورا السنترال سيركس، وممتدة للبارا سنترال لوبيول كالمعتاد. function ادم primary perception the sensation من the opposite side of the body. علشان كده احنا لما خدنا المره اللي فاتت الاسبوع اللي فات قعدنا نقول اي سنسيشن بيوصل لاريا 312 على طول. طب لو حصل ليجن كونترا لاترال هيمي اناسيزيا. في عندي اريا اقل اهميه شويه بس برضك بيقولوها بتوع الفسيولوجي، هي موجوده في اللور بارت بتاع اريا 312، بطلق عليها كلمه سكندري سنسوري اريا، مش سنسوري اسوشيشن، خدوا بالكم دي سكندري سنسوري اريا. والاريا دي concerned with receiving of chronic pain، موجوده في اللور بارت بتاع اريا 312، يبقى اسمها secondary somatic sensory area، less important عن اللي هو primary sensory area. دي concerned بس بالperception، ما هو ادم يعني perception بس ايه؟ حته ايه؟ chronic pain. لكن اللي يهمني هي sensory association area. على المره دي دخلنا في الاسوشيشن. interpretation افهم اللي انا استقبلته. دي موجوده فين بقى؟ موجوده اريا 5 و7 و40. 5 و7 دي موجوده في السوبيريور بارايتال لوبيول، السكاي والجيران اللي احنا خدناهم اللي هو الاسبوع اللي فات دول ما كانوش علشان عملي وفقط عشان نفهم النظري. 5 و7. 40 دي موجوده في السوبرا مارجنال جايروس. ايه السوبرا مارجنال جايروس ده؟ حته من الانفير برايتال لوبيول بيحاوط نهايه اللاترال سالكس. شايفين اللاترال سالكس ده نهايته المنطقه اللي بتحاوطها اسمها سوبرا مارجنال جايروس. برودمان سماها اريا 40، يبقى السكندري اسوشيشن اريا سنسوري اسوشيشن اريا اريا 5 و7 و40. بقى عندي برايمري سنسوري اريا اريا 312 دي علشان بيرسبشن. اما اريا 5 و7 و40 دول سنسوري اسوشيشن اريا علشان انتربريتيشن ريكوجنيشن، علشان اعرف انا لمست ايه او انا مسكت ايه. في واحده من الفاين تاتش سنسيشن ليه اسم مخصوص هتاخدوه في الفيسيولوجي. الفاين تاتش ده 4 انواع. الفاين تاتش 4 انواع. نوع كده ده كلام في السيولوجي عشان محدش يسالني. ايه الفاين تاتش؟ بوينت لوكاليزيشن. لو واحد شكني بشكه كده بابره يقول انت شكتني بابره في كف ايدي، اسمها بوينت لوكاليزيشن. طب لو كان ابرتين اسمها بوينت ديسكريميشن او تو بوينت ديسكريميشن. في حاجه اسمها استيروجنوزيس. يعني ايه استيروجنوزيس؟ نوينج الاوبجكت باي سنس اوف تاتش. يعني انا مغمض عينيا وبعدين مراتي جت راحت حاطه لي حاجه في ايدي، ايه دي؟ سكينه، يبقى تقتلني. يبقى عندنا هنا كويس knowing the object by sense of touch is called stereognosis، اسمه stereognosis. رابع نوع من انواع الفاين تاتش، وده كلام في الشورج بردك، knowing the texture of the material. يبقى باختصار نوع من انواع الحاجات اللي انا اعرفها اسمها stereognosis. فلما اقول السنسور اسوشيشن اريا مسؤول عن الستيريوجنوزس، ما انا عارف طبعا ان هي يعني
حاجه من حاجات التاتش. طب انت قلتها مخصوص كده ليه؟ عشان اقول لكم الليجن بس. الليجن اسمها استيروجنوزس، اي يعني نو، يعني يو ار نوت ايبل تو نوينج الاوبجكت باي سنس اوف تاتش. واحد حط لك كده حاجه كده في ايدك، فور اكزامبل ايه ده؟ كويس، فلوس، للاسف مش هيعرفها، لا يعرفها لو حتى فقد كل حاجه يعني، ما دام فلوس هيعرفها. المهم يعني ما علينا. يبقى ليجن اللي هو السنسوري اسوشيشن اريا اسمها استيروجنوزس. ما اقدرش اعرف ان ده مفتاح، ما اقدرش اعرف ان ده الم، كويس، باي سنس اوف تاتش. If I'm closing my eye طبعا، لو انا فتح my eye هعرفها ولا من غير ما المس اي حاجه ولا اي حاجه خالص. يبقى عندنا in short، يبقى عندي primary sensory area والsensory association area. primary sensory area هي 312 موجوده في البوست سنترال جايروس. ايه لو اتضربت contralateral hemianesthesia. لكن افهم يبقى sensory association area. area 5 اريا 7 اريا 40 45. 5 و7 موجوده في السوبيريور بارايتال بيول، 40 موجوده في السوبرا مارجنال جايروس. لو حصل ليجن يحصل استيروجنوزيس. ا يعني نو، استراس يعني سوليد، جنوزيا يعني نوليدج، فقدت المعرفه الصلبه بتاعتي، فقدت القدره على معرفه الاشياء باي سنس اوف تاتش. I lost the sense knowing object by sense of touch. This is called the sensory association area. Area خيبانة بردك اسمها vestibular area، بردك موجودة في lower part بتاع post central gyrus. دي مسؤولة ال vestibular cortex، يعني الواحد يعرف ان هو مش ماشي في الفضاء ولا حاجة زي كده. Orientation بتاع the head position والموفمنت اوف ذا سبيس. كلمة vestibular يعني ايه؟ حتة في الانر ear. يبقى في منطقتين خيبتين موجودين جنب بعضهم كويس، اخيب من بعضهم، الفيستيبولار كورتكس والسكندري سنسوري اريا، موجودين في اللور بارت بتاع اريا 312. الارياز اللي موجوده على التمبورال لوب، يبقى احنا خدنا الاريا اللي موجوده على البرايتال لوب، كانوا اربعه، اثنين اثنين، اثنين مهمين واثنين مش مهمين. الاثنين مهمين برايمري سنسوري اريا والسنسوري اسوشيشن اريا، وتو ليس امبورتنت اريا اللي هو الاريا بتاع الفيستيبولار كورتكس والسكندري سنسوري اريا. الاريا اللي موجوده على التمبورال لوب فور هيرينج، برايمري اوديتوري اريا، اوديتوري اسوشيشن اريا. يبقى كل لوب هيبقى موجود عليه اريا، البرايتال كان موجود على السنسوري اريا، التمبورال اوديتوري اريا، الاوكسيبتال هيبقى فيجوال اريا. يبقى عندي برايمري اوديتوري اريا. برودمان سماها 4142. واحد يقول لي هو انا كل الارقام دي هحفظها؟ صم عن ظهر قلب، لان الكلام ده هيجي في الامتحان. كروس ماي هارت الاربع صفحات او الخمس صفحات اللي انتوا خدتوها بتاعت البي جي اف، لو ما ذاكرتوها في كل امتحان لا تندموا، وفي العملي كمان يعني. ده اهم حاجه في النيورو اناتومي بالنسبه لي كاناتومي، لازم تصموا، مش تعرفوا، تصموا كده. وهتلاقوهم مختصرين عن السلايدز، وعشان كده نزلته لكم اوي من السلايدز. يبقى عندنا البرايمري ايديتوري اريا، برودمان سماها 4142. موجوده فين؟ في الميدل اوف سوبيريور تمبورال جايروس. يبقى ادي السوبيريور تمبورال جايروس اللي هو فوق، ده الميدل تمبورال جايروس الانفيريور. في الميدل بتاع السوبيريور تمبورال جايروس، وتخش حته جوه. لو حد فيكم بيبص كده، فور اكزامبل ادي اللاترال سيرفيس اهو، لو انا فتحت لا ده في مجموعه ساركاي وجيراي موجوده جوه، دي منطقه اسمها انسولا كده يعني، جزيره يعني. ففي عندي هنا في حته موجوده جوه جايروس اسمه هاشل جايروس، اللي هو متلون باللون الاخضر جرينش كالوريشن. This جايروس is called the هاشل جايروس نمبر 1، مكتوب عليه نمبر 1 هاشل جايروس. يبقى البرايمري اديتور اريا موجوده في الميدل بتاع السوبيريور تمبرال جايروس. And I, if I am going to open the lateral sulcus we will find the gyri. One of them with greenish coloration is called the هاشل جايروس. هاشل جايروس. In short ايه الفانكشن بتاع البرايمري اوديتوري اريا؟ بيرسبشن، برايمري بيرسبشن. بيرسبشن لايه؟ للهيرنج. فروم بوث اير سبيشالي الاوبزيت اير. يعني انا غصب عني انا الصوت ما بيوصلليش، معلش يعني لو انا اتكلمت هو انا بوصل لودني اليمين وما بيوصلش لودني الشمال يعني؟ ما برضك صعبه شويه يعني. فالهيرنج بايلاترال ريبريزنتد بيبقى جاي على الفصين بس مني من الاوبزيت اير. يبقى الاريا دي بتستقبل كويس من البوث اير، مينلي فروم اوبوزيت اير.
طب لو حصل ليجن، ليجن يبقى معناها انا فقدت البرسبشن، يعني اتطرشت بمعنى صح. بلاش اتطرشت، المصريين يقول لك ايه، انت بقى سمعك بقى تقيل، diminution of hearing mainly of opposite side، يعني بقى الواحد بيسمع تقيل شويتين. اوكي، لكن لو انا عندي ما بقتش بسمع يعني كويس بودني كامله، يبقى مش من السنترال ليجن. خدوا بالكم لان انا جبت السؤال ده في الام سي كيو السنه اللي فاتت. امال يبقى منين؟ بيبقى من البروبلم اوف انر اير اور بروبلم اوف ذا نيرف، لكن بروبلم اوف ذا برين نيفر ايفر يحصل لوس اوف هيرنج فروم وان اير. يبقى لو واحد جاي لي ما بيسمعش من ودنه اليمين، تاكدوا ان عنده مشكله في الانر اير او مشكله في الفيستيبيولو كوكيولار نيرف، بس نيفر ايفر البروبلم تبقى موجوده في البرين. برين يعمل ديمينيوشن جاست اونلي كويس، يعني يبقى الهيرنج بيبقى افكتد مينلي فروم اوبزيت سايد. يبقى عندي اريا اسمها برايمري اوديتوري اريا، دي موجوده مين؟ في الميدل بتاع السوبر تمبرال لوبيول، ميدل اوف سوبر تمبرال جايرس وهاش الجايرس. برودمان سماه ايه؟ 41 42، معلش الارقام صعبه عليكم في الاول. الفانكشن بيرسبشن، الليجن يبقى عندي ديمينيوشن اوف هيرنج. طب انا عايز افهم بقى، الاقي حواليها شايفين في جرينش كالوريشن وفي زي ما تقول دوتد كالوريشن كده برضه جرينش اراوند ات، ذيس از اديتوري اسوشيشن اريا. اديتوري اسوشيشن اريا حوالين البرايمري اديتوري اريا اللي هو اللون الاخضر اللي هو ايه؟ اللي هو عامل زي ما يكون ايه؟ دوتد ده ولا حاجه. دي الفانكشن بتاعتها، ما دام اديتوري اسوشيشن يبقى كويس، يبقى ريكوجنيشن او انتربريتيشن. لازم الاسم نفسه بيكفي ان انت تو تيك ذا فانكشن. اديتوري اسوشيشن، اسوشيشن يعني ايه؟ يعني ريكوجنيشن او انتربريتيشن. طب لو حصل ليجن، ليجن يبقى اجنوزيا، يبقى اديتوري اجنوزيا. دايما اذا قلت ايه اسوشيشن تبقى اجنوزيا. السنسور اسوشيشن اريا لو ضربتها يبقى ايه؟ استيروجنوزيس. طب لو انا ضربت الاديتوري اسوشيشن اريا يبقى اديتوري اجنوزيا. واحد يا حمار فهمت ولا لا؟ ما فهمتش طبعا، يعني انا سمعت بس ما فهمتش. فاحنا كلنا عندنا اديتوري اجنوزيا، اشتموا زي ما انتم عايزين كويس، ها مش فاهم حاجه. يبقى عندنا اديتوري اجنوزيا. عندي بقى على التمبورال لوب منطقه خطيره، very 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 important، اسمها sensory speech area او area of فيرنخ. area of فيرنخ، فيرنخ ده name of scientist، هو كان German scientist، very important area. الاريا اللي واخده الجرينش كولوريشن دي، اولا الاريا اللي واخده الجرينش كولوريشن دي علشان تبقوا عارفين هي جزء من area 22، area 22. area 22 على فكره انا مش عارف نسيت اقول لكم لا، ان الاديتوري اسوشيشن اريا اسمها اريا 22 يعني، بس هي باي كويس فرجت معلش بقى، عارفين عامل السن بقى والالزهايمر وحاجه زي كده، انا لما بشوف مراتي ما بفتكرهاش اصلا. المهم يعني كويس، قال يعني المهم خلينا نبعد عن السياسه. يبقى عندنا هنا يبقى اريا اوف فيرنخ سنسوري اسوشيشن اريا اللي هو الجرينش كولوريشن دي، عارفين الاريا اوف فيرنخ دي عباره عن ايه؟ ان شورت انا خدت الاديتوري اسوشيشن اريا والفيجوال اسوشيشن اريا والسنسور اسوشيشن اريا، ده مكتوب الثلاثه مع بعضيهم وسميتها اريا اوف فيرنخ. يعني ايه ده؟ انت خدت الثلاثه اسوشيشن اريا، يس اسمها اريا اوف فيرنخ. ليه بقى؟ تعالوا كده نشوف احنا بنتعلم ازاي، يا ترى احنا بنتعلم ازاي بالضرب؟ لا مش ما اقصدش كده، الدنيا غلط يعني. فور اكزامبل انا بتعلم بطريقتين، يا اما بطريقه السماع يا اما بطريقه الرؤيه، صح ولا لا؟ اول حاجه بطريقه الرؤيه بشوف بوصل لغايه ايه، زي ما هنشوف دلوقتي برايمري فيجوال اريا، علشان افهم اروح ايه فيجوال اسوسيشن اريا، اروح بعد لايه اريا اوف فيرنخ. ادي اول حاجه، او ان انا بتعلم بطريقه السماع. طب بطريقه السماع دي بوصل لايه؟ برايمري اديتوري اريا، الاديتوري دي بتبعت لي ايه؟ اديتوري اسوسيشن اريا، ابعت لاريا اوف فيرنخ. اذا اريا اوف فيرنخ دي باين عليها كبار. طب ايه الفيرنر ده انا سمعت، عايز اعمل ايه؟ عايز ارد. واحد قال لي يا حمار هعمل ايه يعني كويس؟ ممكن انزل تحت السرير يعني، او ممكن ارد عليه يعني لو مراتي اقول لها ليه بطيب احسن كويس، لكن لو ابني شوف انا هعمل ايه كويس يعني كويس، هبطش بيه يعني. فور اكزامبل
لو رئيس في الشغل اقول له الله يسامحك، المهم يعني هيبقى ليا رد فعل يعني اكيد يعني. طب اعمل ايه؟ شايفين المنطقه الخضراء دي بتبعت للمنطقه الحمراء دي، ايه المنطقه الحمراء دي؟ بروكس اريا. اه ما انا فهمت، عايز ارد ايا كان ردي، هبعت ليه؟ هبعت للبروكس اريا. طب والبروكس اريا تعمل ايه؟ دي بروجرامنج بس، تبعت لاريا 4. طب الاريا 4 تروح رايحه زي ما انتم شايفين ده لللانكس للثاني يعني، او لاي جي او لا وات ايفر، او لرجليا وات ايفر يعني. انا هبعت لاريا 4 وهي اللي هتتصرف ايا كان رد الفعل بتاعي. يبقى اريا، الاريا دي فيري امبورتنت لانها بتستقبل من السنسوري اسوشيشن اريا، ومن الفيجوال اسوشيشن اريا، ومن الايديتوري اسوشيشن اريا، وبعمل بيها اندرستاندنج للسبوكن والريتن وورد. وبعد كده هي بتاخد بقى الكلام الجميل وتبعته للبروكس، عشان البروكس بقى تبعت لاريا 4 عشان انفذ اللي انا عايزه. اسمها هي سنسوري اسوشيشن اريا، سوري هو سنسوري سبيتش اريا. ادم سبيتش يبقى موجوده في الدوميننت هيمسفير، اي حاجه تبع السبيتش موجوده في سواء موتور سبيتش اريا اللي هو بروكس، اكزنار اريا موجوده على الدوميننت هيمسفير، فيرنخ اريا موجوده على الدوميننت هيمسفير. طب لو حصل ليجن بقى يحصل سنسوري افيزيا. ايه ده، هو انت كان عندك في سنسوري افيزيا وموتور افيزيا؟ يس، موتور افيزيا يبقى معناها ليجن في البروكس اريا، امال سنسوري افيزيا ليجن في اريا اوف فيرنكس. هو في فرق ما بينهم؟ اه لا، في فرق كبير قوي. لو اريا اوف فيرنكس اتضرب اي ام نوت ايبل تو اندرستاند، انا مش هفهم حاجه. اه لكن لو برودمان اتضربت انا فهمت، صحيح مش قادر اعبر مشكله اكسبريشن، لكن الفيرنخ اريا مصيبه. If you are going to lose vernic area you are not able to understand spoken or written word. بس ما عندكش مشكله في الارتكيليشن، بروكس بتعمل الكلام بتعمله خلطبيطه بس مش مهم. فانت ممكن تتكلم 5000 كلمه في الدقيقه بس ما حدش قدامك فاهم حاجه، ده يسموها فلوينت افيزيا، بيتكلم زي البربان بس انت مش فاهم، مش مشكله. كويس كويس، العيان كويس لا فاهم ولا عارف يعبر ولا اي حاجه خالص يعني. ما هو ده بيحصل والله يا دكتور، احنا بندخل المحاضره كويس بنطلع منها الدكتور قاعد بيتكلم زي البربان، احنا مش فاهمين حاجه. فهمت فيزياء ايه هي برضه ما بتقلقوش خالص يعني، كويس كان معتاد يعني. كويس، كل الطلبه ودكاتره العلاقه ما بينهم فلوينت فيزياء يعني. المهم يعني نرجع لكلامنا بقى، يبقى عندنا باختصار وي هاف تو امبورتنت سبيتش ارياس، عندي اريا اوف فيرنخ وعندي بروكس اريا. Area of Wernicke بتستقبل من كل association area. This is understanding. If I'm going to lose, I'm not going to understand anything. وهيبقى عندي بتكلم زي الباراباند، بيسموها sensory aphasia أو fluent aphasia. أما ال Broca's area لو اتضربت I am going to understand. Wernicke زي الفل، بفهم كويس جدا. إنما مش عارف أعبر، بدي كلمة كلمتين. بنسميها موتور افيزيا او اكسبريسيف افيزيا. يبقى دي الفرق بين اللي هو اريا اوف فيرنخ وبرودمان اريا، وكلاهما سبيتش اريا، وكلاهما بوث اوف ذيم اون ذا دومينانت هيمسفير، معاهم طبعا الاكزنر اريا بتاعت الرايتنج برضه موجوده في الدومينانت هيمسفير. اندرستاندينج؟ طبعا انا عارف ان توتو كويس تارا كويس خلاص مش اندرستاندينج مي. ارجع اعيد كلامي، يبقى احنا هنا قلنا على الجزء بتاع البارايتال لوب عندنا تو ارياز، برايمري سنسوري اريا وسنسوري اسوشيشن اريا. عندنا تو ليس امبورتنت ارياز، مش مهم بقى فورجيت ات. وعندنا على التمبورال لوب 3 ارياز، بس ال 3 ارياز كانوا مهمين، برايمري اديتور اريا اريا 41 42 و اديتور اسوشيشن اريا اريا 22 واريا اوف فيرنخس دي اللي مجمعه 39 و40 و22. اريا اوف فيرنخس والبروكس اريا كروس ماي هارت بوث اوف ذيم ار فيري امبورتنت. عندنا بقى ثالث حاجه او اخر حاجه موجوده في الاوكسيبيتال لوب، الفيجوال اريا. دايما يقولوا كده واحد اتخبط على راسه من ورا جاله عمى، سمعناها كتير قوي في الافلام العربيه يعني. يبقى عندي الفيجوال اريا اول بريزنت ان ذا اوكسيبيتال لوب. We have primary visual area number 17 وحواليها visual association area 18 and 19. يبقى عندنا 3 areas موجودين. بصوا كده لو احنا جايين نبص على السالكس ده، هذا السالكس تفتكروه اسمه ايه؟
اسمه كالكراين ساركس، فين ولا لا؟ خدنا سنة اللي هي لور عظمة الكالكينياس. كلمة كالكراين يعني كعب، وفي الحقيقة هو مش كعب عادي، هو كعب طائر موجود في استراليا. بس مش عارف مين اللي كان رايق بص على طائر وبص على رجله من تحت وقال كالكينياس. المهم ما علينا، كويس روقان. ده زي ساركس از كولد كالكراين ساركس. I don't want the calcarine sulcus above and below. We have area which we call it 17. Above and below we have area 18. Above and below we have area 19. يبقى 17. فيها شوية فوق وتحت 18. فيها وتحت شوية 19. بس الكالكراين بيمتد لغاية اللاترال سيرفس، فتلاقي بقايا 17 و18 و19 موجودة على اللاترال سيرفس. If you are going to see here, here's the calcarine sulcus. We have area, I think the dark blue, this area 17. وهنا في اريا دوتد كده ولا داشت، يبقى دي اريا 18 والوايت كالوريشن اريا 19. If you are going to concentrate هتلاقوا في بقايا ريمينانس ل 3 اريا اون ذا لاترال هيمسفير 17 18 اند 19. برايمري فيجوال اريا اريا 17. Around it we have area 18. Around it we have area 19. 17 هي برايمري فيجوال اريا. Area 18 and the 19 visual association area. Area 17 primary. Primary يعني ايه كويس يا ارجو؟ يعني معناها perception. يعني انا شفت قدامي حمار for example. كويس perception. فهمت بقى كويس ان هو كان بني ادم، يبقى 18 and the 19. يبقى we have 17, 18, 19. 17 كويس around the lips of calcarine sulcus for perception. طب 18 and 19 around and around يبقى دي for interpretation or for recognition. طب لو حصل ليجن من غير ما ننفعل، من غير ما نفقد اعصابنا، ومن غير ما نفقد صلتنا ببعضينا، هيحصل contralateral homonymous hemianopia with macular sparing. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ حرام عليك، ايه الكلام الصعب ده؟ اصبر روح شويه كده عشان نفهم ايه اللي حصل يعني من غير ما نفقد. هذه الصوره this picture is very important and you are going to study every now and then. كويس انا عارف الاف لالاف قريش ربنا اهلكم والله. المهم يعني نرجع لكلامنا براحه واحده واحده كده. اولا this figure is very important. You are going to study this year in anatomy and in physiology. And the next year I'm going also to explain it. لكن احنا عايزين بس نفهم بالراحه واحده واحده. سيبكم من الاسامي، الاسامي هنحفظها غصب عننا برضانا او بعدم رضانا يعني، بس نحاول نفهمها بالراحه كده. انا دلوقتي بالراحه ببص ناحيه الشمين، الشمال بقى كده ناحيه الشمال. كان على جنبي بنت جميله مثلا فور اكزامبل. انا مش على جنبي اي حاجه بس تفتكروا حاجه يعني صح. هوريكم على جنبي ايه بعد كده. على جنبي مثلا فور اكزامبل بنت جميله. الصوره اللي موجوده ناحيه الشمال دي بتوصل لفين؟ بتوصل لناحيه اليمين، صح ولا لا؟ طب لو حصل ليجن في البرين ناحيه اليمين هيحصل ايه؟ يبقى كونترالاترال هايل. كونترالاترال هومونيمس يعني حاجه متناسقه، زي ما كلمه هيتروجينس. هومونيمس هيتروجينس حاجه متناسقه، يعني صوره متناسقه. هيمي انوبيا، هيمي انوبيا يعني نص الفيلد كله الثاني ما شفتوش. يعني لو حصل ليجن ناحيه اليمين النص الشمال مش هشوفه خالص. اسمها ايه؟ كونترالاترال هومونيمس هيمي انوبيا. بس الاول نحفظ الحته دي وبعدين نبقى نتكلم بقى. يبقى كونترالاترال او شايفين مثلا ادي جون اهو. فانا فور اكزامبل عندي ليجن. الليجن ده هنا في الصوره دي كان موجود يعني فور اكزامبل ناحيه الشمال، فناحيه اليمين مش عارف اشوفها خالص. يس yes. كل حاجه كروس، الفيجن كروس كويس، السنسيشن كروس كويس، الموتور كروسنج، كله اوف كروسنج. فانتوا بتلاقي زي ما عبد الحليم يقول لك الدنيا اسودت في عيوني، هي نصها بس اللي اسود في عيوني، مش كلها اسود في عيوني. ليه؟ لان عندي الرايت هيمسفير اتضرب، فالليفت سايد كويس كله فقدت الرؤيه بتاعته. هي اللي موجوده عندي في الصوره، الصوره اللي موجوده عندي هنا ده ليجن كان موجود، انا مش شايف ناحيه اليمين، الناحيه اليمين بتاع دي اللي موجوده في الصوره مش شايفها. معنى كده ده ان كان عندي ليجن اون ذا ليفت هيمسفير.
مفهوم هذا؟ يبقى دي اسمها كونترالاترال هيمونيماس هيميانوبيا. معلش النيورو لازم نكرر فيه الاسامي، يعني النيورو نيدز ريبيتنج، عايز ريبيتيشنز لازم. لكن المهم نفهم ايه الفكره. يبقى اسمها كونترالاترال ايه؟ هيمونيماس هيميانوبيا. يبقى ما ببصش على نص صوره، نص كامل من الفيلد فقط. بس ايه الكلمه الصعبه؟ ويز ماكيولار سبيرنج. ماكيولار سبيرنج فينومينا، ايه الكلام ده؟ في حته مهمه في العين اسمها الماكيولا، احنا بالبلدي نعرفها النقطه الصفراء، كانوا يعلموها لنا واحنا صغيرين، يقول لك النقطه الصفراء والنقطه العمياء. يقول لك النقطه الصفراء هي النقطه الحساسه اللي موجوده على الشبكه، سمعت الكلام ده ولا لا؟ The most sensitive area in the retina is called the macula, which is area yellowish coloration. اعتقد ان احنا سمعناها في المدارس، ولا ما سمعناهاش؟ النقطه الصفراء والنقطه العمياء، ادام ما سمعتوهاش اديكم سمعتوها هنا، مش مشكله. فهي في حته منطقه ربنا مهتم بيها اسمها الماكيولا. إيه لو انا فور اكزامبل جاي ببص كده، ببص على الشمالي في بنتين حلوين، انما كروس ماي هارت ولا اعرف عنهم حاجه، ولا حتى متخيل غير انه في كتلتين موجودين. لكن لو انا عايز اشوفهم كويس اوقعهم على الماكيولا بتاعتي، الاقي موجود عندي فور اكزامبل طالع وارجو كويس. عرفت ازاي؟ لما حطيتهم على الماكيولا بتاعتي. يبقى انا هنا في فيلد اوف فيجن، يعني انا وانا شايف انا موجود دلوقتي في اوضه تقريبا الحته دي باب، مين اللي موجود عند الباب؟ يبقى لازم اوقع الكلام ده على الماكينة بتاعتي. ربنا علشان مهتم بالماكينة ده ما تبقاش افكتد، تصدقوا من كرم ربنا. لو تبص الدايره اللي موجوده تحت دي، if you see this circle you will find ان this circle is preserved is spared نجت من الليجن. يبقى لو حصل ليجن في المنطقه بتاعه البرين من كرم ربنا اقول الحمد لله الماكلة سبير يا رب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. دي اهم حته موجوده عندي. يبقى عندي فعلا كونترالاترال هيمونيماس هيمانوبيا ويز ماكيولار سبيرنج، الحمد لله الماكلة دي ربنا اهتم بيها يا جماعه، فنجت من الليجن، بيسموها ماكيولار سبيرنج فينومينا، اسمها ماكيولار سبيرنج فينومينا. الفيجوال اسوشيشن اريا احنا قلناها اريا 17 18 و19، ولو حصل فيها ليجن احنا عارفين لو عندنا فيجوال اسوشيشن اريا اتضربت يبقى اجنوزيا، يبقى فيجوال اجنوزيا، ما كانش فيها حاجه صعبه. لكن في منطقه مهمه اريا اسمها اريا 39، دي تبع الفيجوال اسوشيشن اريا. الاريا دي مسؤوله علشان ريكوجنيشن اوف ريتن وورد او ريتن لانجوج، يعني رؤيتي دي حاجه من الاثنين، اشوف كتله بشريه حلوه اورجو مثلا فور اكزامبل، يبقى هبعتها لاريا 18 و19 علشان افهم منها اورجو. لكن ان انا اشوف حاجه مكتوبه بقى قدامي، لا دي ما ببعتهاش لاريا 18 و19، I receive by area 17 بس ما بعتهاش ل 18 and 19، ما بتبعتها لمين؟ اريا اسمها 39. يبقى الاريا 39 اللي موجوده دي موجوده على الانجلر جايروس. ايه الانجلر جايروس ده؟ حته من الانفير باريتال لوبيول حوالين السوبيريور تمبرال ساركس ورا اريا 40 40 39 39 لو اتضربت يحصل الكسيا اند اجرافيا، يعني ان ابيليتي تو ريد ان ابيليتي تو رايت. ركزوا معايا، لو اتضربت اكزنر لوحدها اجرافيا، اكزنر كانت موجوده قدام يا ولاد. كل الكلام ده بيجي في الام اس كيو، انا عارف ان الموضوع صعب بس الموضوع فيري امبورتنت، وهنزل لكم فيه اسئله كتيره جدا، لان كروس ماي هارت انا ده واحد من اربع مواضيع في النيورو بهتم بيهم، هو والبيراميدال تراكت وموضوعين تانيين. ما ينفعش ان انتوا تطلعوا من سنه ثالثه قبل ما تكونوا حافظين الكلام ده عن ظهر قلب. اللي يدخل الامتحان لحد الجاي من غير الخمس صفحات دول يبقى امه داعي عليه اكيد، يعني هيشوف اللي ما شافوش عينيه قبل كده، يعني هيلاقي ثلاث ارباع الامتحان يا من هنا يا بالبيراميدال. كروس ماي هارت ما فيهوش نقاش. عندنا هنا اللي تتضرب اريا 39 الكسيا اند اجرافيا، يعني ايه؟ لا يعرف لا يقرا ولا يعرف يشوف لا ريد ولا رايت. لكن هنا لو اتضربت اللي هو الاكزنال اريا ان ابيلتي تو رايت اجرافيا جاست. عندنا بقايا شويه ارياز كده خفيفه هنأزز فيها علشان نخلص بقيه المحاضره، دي حاجات خفيفه خالص.
فور اكزامبل الاولفاكشن فين؟ في الحته في عندي برايمري وكان معتدي عندي سكندري. البرايمري موجوده في الانكس، انكس اللي هو عامل زي الخطاف، هي الحته دي. والسكندري موجوده في الانتيريور بارت بتاع البارا هيبوكامبال جايروس. يبقى هنا الحته بتاعت الانكس، عارفين الحته بتاعت الانكس؟ هي الحته اللي موجوده تحت دي. ارجعوا اقرا لو سمحتوا السلكاي، الحته دي اللي عامله زي الخطاف اهي، الحته اللي بتلف دي عامله زي الخطاف. الحته دي اهي هي اورجو اللي عامله الخطاف دي. اورجو جايه قاعده جنبي يعني كويس. خدت قلبي فمش قادر صراحه كويس اعمل ديسكربشن. يبقى عندنا دي انكس. والحته ده الجايرس ده اسمه بارا هيبوكامبال جايرس. ده الانتير بارت بتاع البارا هيبوكامبال جايرس. لو سمحت يا اولاد ذاكروا السلكاي والجايراي كويس يا اولاد. يبقى عندنا ده البرايمري اوفاكتور اريا والفاكتور والسكندري اوفاكتور اريا. الجستاتوري اريا تذوق موجوده في الحته بتاعت الاوبركيلا اللي حوالين الانسولا. الانسولا دي الجزيره. يعني لو فتحت اللاتر سالكس الاقي في جايراي موجودين عندي. في حته من الانسولا والاوبركيلا، اوبركيلا يعني الاغشيه الاغطيه اللي موجوده حوالين الاوبركيلا. دي الحته بتاعت التست اللي هو بتاعت ايه؟ اللي هو التذوق يعني. عندنا هنا اخر منطقه موجوده عندي بتاعت البارا سنترال لوبيول. ده انا سمعت عليها النهارده. دي مش اللي استقبلت اريا 4 واريا 6 بس على الميديال سيرفيس؟ ان قلنا اريا 4 واريا 6 موجوده على الميديال سيرفيس اسمها بارا سنترال لوبيول. يبقى بتستقبل بقايا اريا 4 و6 بتاعت الليج بتاعت الفوت بتاعت البرنيه. فاكرين لما ابتديت اقول لكم ان البادي ريبريزنتد ابسايد داون؟ يعني عامل زي ما يكون حرامي واحد رجليه متعلقه هنا وبعدين جسمه نازل على اللاترال سيرفيس، فالليج والفوت موجودين على البارا سنترال لوبيول وبعدين بقيه الجسم ينزل على اللاترال سيرفيس. بس الاهم يا اولاد السطر ده، اهم. افهموا الحته دي. البارا سنترال لوبيول مسؤول عن الكنترول بتاع الديفيكيشن والميكتيوريشن. يعني لو ضربت الاريا دي يا رحمن يا رحيم بامبرز بس من الحجم الفاخر، الواحد هيحصل انكونترنس للاستول واليورين. البارا سنترال لوبيول دي يمين وشمال للاسف موجودين جنب بعضيهم. يعني البرين يمين وشمال لو حطيته كده الاقي البارا سنترال لوبيول يمين وشمال راكبين على بعضيهم يا اولاد. فلو حصل لكم سنترال ليجن يعني بعيد عنكم واحد مثلا نازل من تحت بيته فوقعت عليه طوبه من فوق فراحت جايه كانت عملت له هيماتوما عملت كومبريشن للبوكالي، او تيومر طير من المنجيش راح ضغط عليهم هما الاثنين. يبقى واحد يفقد كنترول اليورينيشن والديفيكيشن، وفي الحاله دي هيحصل له كمان بارا بليشيا لان رجليه الاثنين هيفقد كنترول عليهم. طبعا البارا بليشيا كومنست كوز اكيد هو ليجن في السباينال كورد، بس ده من الاسباب البارا بليشيا. يبقى اهم حاجه في الاريا بتاعت البارا سنتر لبلون اريا كنترول الليج والفوت والبرينيم يعني اليورينيشن والديفيكيشن. انا طبعا حاسس كده ان انتوا كرهتوني كويس. انا جنبي تالتولا كويس طالع يعني تقول ده مش احساس دي حقيقه يا دكتور يعني كويس. يعني انت دلوقتي بقيت المكروه الاول في الكليه كلها يعني مش يعني انا فاهم كويس مش عايز اتكلم يعني. تعالوا نقرا مع بعضينا كده. During your examination to a patient you discover his inability to read and write. يعني اليكسيا واجرافيا. مين الناس الشاطره دي؟ انتوا هتعقدوني ولا ايه؟ انا متوقع ان انتوا كده تكوني انت بتحسوا كده بسرعه. لا 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 كده خلاص انا هبطل بقى تدريس. يبقى اريا 39 اليكسيا اجرافيا يعني 39. One of the language area lies in the following gyrus. Language area يعني area of vernix او brocas area او حاجه من هذا القبيل. يا ترى موجوده فين بقى؟ ها؟ area of language brocas area دي كانت موجوده فين؟ انا كنت فاكر كده انها كانت موجوده. مين اللي قال في الميدل ده؟ بس سيبوني عليه بس كده كويس. يعني انا بس انا كويس كلكم مقتنعين ان هو بالميدل. ايه اللي موجود في الميدل؟ ها؟ language. سي يا جماعه انفير فرونت. لما بنتكلم على البروكس اريا يا جماعه في ايه كويس؟ يبقى احنا بنتكلم على اللانجوج اريا اللي موجوده في الميدل فرونتال. قدكم الاكزنال دي اريا اوف رايتنج مش اريا اوف لانجوج. يعني لانجوج يعني بروكس او فيرنخ اريا. البروكس اريا موجوده في الانفير فرونتال جايروس. اما فيرنخ اريا دي اريا يعني مايعه يعني واخده حاجات كتيره قوي يعني بس محطوطه في سبير تمبرال جايروس. اما اللي قال لي ايه ده فيعني محتاج جايزه نوبل للسلام يعني كويس. Sensory aphasia is the result of
a lesion of sensory aphasia. الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. I hope إن إحنا نكون فهمنا. I hope العلاقة ما بيننا نكون احتفظنا بيها لغاية نهاية المحاضرة. I hope إن أنتوا تلاقوني بكرة عايش يعني، لأن أنا حاسس إن ممكن حد يقتلني النهاردة. ونتقابل بكرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.